مشاهدينا الكرام، معنا اليوم سيد محمد أبو هديب رئيس نادي الأقصى. بدنا نحكي عن أهم أهداف هذا النادي والخفايا الحسنة اللي في هذا النادي ونتعرف عليه. أهلا أستاذ محمد، صباح أهلاً الخير. أهلا بك، مرحبا أستاذ فاتن. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك يا ستي. بداية نشاكر لكم أنا الاستقبال وحسن استقبالكم. أهلا وسهلا. بالنسبة للأهداف الأساسية لنادينا، قبل الأهداف، تأسيس النادي، التأسيس، متى تأسس؟ والله النادي، احنا نادي الأقصى في محافظة جرش في مخيم سوف. كان من الأندية قبل ما يكون نادي، كان عبارة عن مركز شبابي من المراكز التابعة لوكالة الغوث بال 68 69 تقريبا. ومن ثم تم تحويله إلى وزارة الشباب أو المجلس الأعلى للشباب حاليا، أحيانا بكون وزارة وأحيانا المجلس، إن شاء الله أنه يثبت يثبت على حال. طب ليه هيك يعني مرة والله مركز ومرة مجلس؟ يعني ما بعرف، مرات يمكن بكون عند الحكومة هيك نقص وزير فبعملوها وزارة عشان يرضوا، لكن إحنا نتمنى، يعني نتمنى أنه يكون سياسة واضحة وثابتة للمجلس الأعلى للشباب، خاصة مع دعم جلالة الملك الكبير دائما للشباب طبعا. ونأمل أنها تبقى وزارة وليس مجلس. نعم، نبقى إن شاء الله تكون وزارة للشباب. فنادينا تقريبا بال 89 أصبح يتبع لوزارة الشباب. طيب أستاذ محمد، أهم أهدافه للنادي؟ والله الأندية الشبابية بشكل عام لها أهداف كبيرة وأهداف كثير مؤثرة إن شاء الله بالمجتمع، لانه الانديه زي ما بتعرفي بتتعامل مع فئه الشباب، وهذه فئه مهمه طبعا. وخطيره بنفس الوقت في المجتمع. فنادينا رياضي، يعني الفرق الرياضيه بيحتضن الشباب، بيدرب، بينتسب للاتحادات. الغير الرياضي في عندنا المجال الثقافي، وهو كمان مجال كثير ضروري طبعا، لانه رياضي النادي عندنا رياضي ثقافي اجتماعي إضافة للفتيان الأيتام. الموضوع الثقافي بتعرف يعني قديش الشباب خاصة في سن المراهقة بحاجة إلى التوعية وبحاجة إلى التوجيه الصحيح طبعا. فهذا بيخلي لنا دور أساسي إننا نتعامل من خلال المحاضرات، من خلال الندوات، من خلال المسرحيات، من خلال حتى الأمور، يعني عندنا أمور فيها نوع من الأمور الخيرية، انه بعض شبابنا بنعطيهم دروس، يعني النادي بيعطي دروس للطلاب بالثانوي، دروس خصوصية، بس كونها يعني مثقلة ماليا على اهاليهم، النادي بيتولى المسؤولية، بنجمعهم، بنجيب مدرسين متطوعين. طب بارك الله فيك. بيعطي نعم. في الامور الثقافية، اضافة للموضوع الاجتماعي. وهو برضو يعني موضوع كثير مهم، لانه يعني النادي من أهدافه الأساسية إنه يتصل بالمجتمع المحلي اللي هو فيه. مش عدد معين لازم يوصل لإله ولا مفتوح العدد؟ العضوية؟ أه. العضوية والله العضوية هي مفتوحة، ما يعني النظام بيضمن إنها تكون مفتوحة، ما في يعني نظام الداخل مش محدد. السبت الجمعة مفتوح النادي؟ النادي دائما مفتوح، دائما مفتوح. يعني للساعة 10 بالليل 11 بالليل مرات بكون في مباريات متأخرة، لأنه عندنا برضو عرض الداتا شو، هذا برضو مجانا موفرينه للشباب هالمباريات. ما شاء الله، مش مخلين شيء بالنادي. كله بنوفره مش مجانا كله. علما انه نحن نادي فقير يعني، لكن إن شاء ضمن الله الامكانات يعني. هو غني باصحابه اكيد. الله، نحن دائما نقول يجود علينا الخيرون بمالهم، ونحن بمال الخيرين نجود. يعني في ناس في ايادي بيضاء كثيره، شعبنا فيه الخير. صح، شعبنا فيه الخير. نعم، خلية بليت. صحيح، شعبنا فيه الخير. طيب احنا زي ما بنعرف، كل الناس بتعرف انه سيدنا الله يديمه فوق راسنا، هو دام بحث الشباب على العمل السياسي والانتخابي وهذه الاوضاع، فاشرح لنا عن هاي النقطه. والله يا ستي، يعني المتتبع لجلاله سيدنا من بدايه تسلمه مهامه الدستوريه بيعرف قديش من اول خطاب له قديش كان حثه على الشباب. نعم. والاهتمام بالشباب واعطاء الشباب دور اساسي مستقبل وقيادي في هذا البلد. وهذا يدل على الرؤية الواضحة لجلالة سيدنا، في الشباب هم يعني والعماد المستقبل، هم اللي راح يكون لهم دور في نهضة هذا البلد. ده بالإضافة لهالأمن والاستقرار والبلد الآمن، يكون الأسعار إن شاء الله مناسبة للعائلات. إن شاء الله. أنا دائما خلينا نوضح شغلة، إنه ما فيش تقاطع ما بين الانتماء والولاء لأردننا وما بين المطالبة بالحقوق. احنا بنقول للناس اذا حابين يطالبوا
هذا شيء ديمقراطية والدستور والنظام بيكفل الحرية، لكن نأمل منه أن لا يدخل من يعكر صفو الأجواء اللي عندنا بالأردن ضمن هذه الحركات، وأنه يستغل هذه المواقف لأجندة شخصية أو لأجندة حزبية خارجية أو لأي عمل بمس وحدتنا الوطنية اللي إحنا بنمتاز فيها في هذا البلد. فإن شاء الله يعني مواطننا حريص، وإحنا بجرش برضو من دور الشباب دور توعوي، دور الشباب دور توعوي بهذه احنا حريصين على الوحدة الوطنية. إن شاء الله إن شاء الله منضل تحت مظلة سيدنا والأمن والأمان بسود هالمنطقة، ويرجع يعيد النظر شوي بارتفاع الأسعار إن شاء الله يا سيدي. إحنا نتمنى إن البلد تنتعش اقتصاديا وتكون أحسن إن شاء الله، والحكومة هذا الشيء الوحيد اللي بنقصنا على كلنا يعني. والحمد لله رب العالمين. ووجود الهاشميين يعني أحيانا إنه يعني بخلينا نطغنش عن نخفف شوي عن عن بعض الهموم اللي عندنا. صح صحيح. احنا بنشكر حضورك سيد محمد هديب ونورتنا، وتحية لأهل مخيم سوف من محافظة جرش، ونتمنى لكم كل التوفيق والدعم. يا ستي يعني قلنا من لا يشكر الناس لا يشكر الله، بنشكركم وبنشكر أهلي في محافظة جرش بشكل عام وإخواني الأعزاء في مخيم سوف على برضو تواصلهم ودعمهم. وبالأخير بنقول الله يحمي بلدنا، آمين يا رب، ويديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار. آمين. وشكرا لك وأنت بسيطة. شرفتنا. الله يطول عمرك. أهلا وسهلا. شكرا لك. شكرا. فقرتنا الأخيرة مشاهدينا مع الفن التشكيلي والرسومات الجميلة مع فهد العمر، فنان تشكيلي. صباح الخير يا فهد. يا صباح الورد. أهلا وسهلا فيك بصباح نورمينا. وبالبداية منعرف متى بلشت ريشتك ترسم؟ بدايةً أنا بلشت الرسم زي ما بحكوها من عمر أظافري، تقريباً كان عمري 6 سنوات. 6 سنوات اكتشفت عندك حب الرسم. بالضبط، ونميت هالموهبة، اشتغلت على حالي شوي والأهل ساعدوني، التحقت بمراكز مؤسسات ونميت هالموهبة معهم. يعني تدربت على الرسم. أكيد. عادة الواحد لما بتدرب على مزج الألوان وتشريح الوجه وهي أكيد خطوات أساسية، هي ضرورية بأي مدرسة بأي معهد بيلتزم فيه لازم يأخذ الخطوات الأساسية. طيب لما تيجي بدك ترسم لوحة بترسمها من الواقع اللي بتشوفه ولا خيالك واسع بيكون؟ هو لازم يكون خيال الإنسان واسع بالذات الفنان حتى يتأثر بالواقع. طيب من قدوتك في الفن؟ يعني مين من الفنانين اللي برسم؟ الفنانين العالميين؟ عالميين أو عرب اللي بتشوفه أكيد أنت. ليوناردو دافنشي. حلو. احنا طبعا نشكرك على اللوحات اللي بعثت لنا إياها، بدنا نشوفها سوا هلا مع المشاهدين، نعلق عليها صورة صورة، شو رأيك؟ إن شاء الله ما في أي مشكلة. هلا هاي من معرض النشامة. نعم. بمهرجان هذا معرض جماعي؟ لا لا، معرض شخصي إلي. إلك؟ أقمت بشهر 5 بجاليريا رأس العين. مبروك. يبارك فيك. هلا هاي اللوحة هي عبارة عن الهم، اللوحة اللي قبل هاي. هي عبارة عن وجه ختيار متجهم. كثير اللي بالنص هاي. بالضبط. بجانب الدكتورة حنان والدكتور إبراهيم أبو طوق الخطاط الكبير الأردني. نوجه لهم تحية. نشوف الصورة اللي بعدها. هاي من أقدم لوحاتي، عمرها تقريبا 10 سنوات أو 11 سنة. هاي يعني نقدر نحكي من أوائل الصور رسمتها تقريبا. نعم، هاي رسمتها ولا استخدمت ريشة ولا استخدمت أي أداة رسم، استخدمت القصب. القصب. مزجت كيف الألوان. كيف القصب يعني؟ القيزرة نفس قصب القيزرة. يعني بتحفها بتصير مبوزة. بالضبط، وحاولت أمزج الألوان بطريقة معينة لحد ما طلعت معي الرسمة هاي. جميل جدا. بتعبر عن شيء معين هاي ولا عن حرية الخيال؟ هي انطلاقة انطلاقة وأصالة بنفس الوقت. نشوف اللي بعده. هلأ عاد بدك تبلش تفسر لي، أنا الصبح ما فهمت شو ولا إيش. هاي مدرسة تعبيرية جديدة. هلأ وجه الإنسان وأكثر جزء معبر في جسم الإنسان. طبعا العينين كمان. بالضبط، فالوجه احنا أخذناها، هاي مدرسة فرنسية، مدرسة تعبيرية بالتحديد، هي أخذنا الوجه أنه أكثر جزء معبر. حلو. دائما إذا طلعت بوجه أي إنسان راح تلاحظ الملامح تختلف، مهما كان سعيد، مهما كانت حالة اليأس الواصل فيها، الملامح بتختلف من إنسان لآخر. طيب أنت مستخدم فيها الألوان الفاقعة شوي. هي ألوان حامية بنسميها. الألوان. إذا بتلاحظي الألوان الحامية بتنسجم بشكل تام مع الحالة اللي عايشها الوجه من تجهم وألم.
هلا هون هذا الوجه متجهم وعنده حالة يأس شكله. هي حالة انفصام خلينا نحكي أقرب. انفصام؟ انفصام وخلص. يلا نشوف اللي بعدها. هاي نفس المدرسة بس هلا استخدمت أسلوب الكولاج، اللي هو أسلوب الكولاج إنك تدخل مواد من الطبيعة مع حركات بسيطة فيها بتكون. إيه بتستخدم يعني بتدخل عناصر من الطبيعة كرسم ولا بتجيب أشياء بتحطها على اللوحة؟ عكلت الحالتين بصير. بصير. أها. هاي الحالة استخدمت فيها أنا مزجت مواد من الطبيعة. ريشة عادية مش القصبة. أكيد ريشة عادية. نعم. عادة الألوان بتستخدمها الأكريليك ولا الزيتي؟ بستخدم كل أنواع كل أنواع. كل الألوان. تحاول تجرب يعني. حلو. شوف اللي بعدها. هاي نفس المبدأ اللي هي إذا بنلاحظ من عيونه بس انسي ملامح الوجه كاملة تلاحظ الألم اللي هو عايشه هالوجه. طبعا طبعا حزن شديد. بس أنا بدي ألفت انتباه المشاهدين الشغلة ويمكن هم اللي لفت انتباههم هذه النقطة إنه في تشابه بالوجوه. هي الوجوه كلها واحد، وجوه الناس كلها واحد لكن تختلف بعض الملامح. ملامح. آه بس هاي واللي قبلها بيشبهوا بعض ولا لا؟ لا هم ما بيشبهوا بعض لكن المدرسة أجبرتهم يتشابهوا حتى يكونوا من مدرسة واحدة. المدرسة قلت لي أنت ما بتنتمي لمدرسة. لا ما بنتمي لأي مدرسة معينة لأني بحاول أرسم شيء جديد. عم بحاول أطلع وحشي سريالي. رسمت كل شيء لكن بحاول أنتج شيء جديد خاص فيي أنا. حاب تعمل إشي بعبر عن شخصيتك. نعم. كيف هاد ماشي اللي بعده. هلا هاي مزجت فيها حيرة. مدرسة هاي فيها حيرة كأنه فيها مدرسة تكعيبية خاصة بكاسو ونوع من المدرسة التعبيرية. حلو. فكان امتزاجها أقرب خلينا نحكي للإنسان بحاول يتموه يحاول يعيش الواقع لكن بصعوبة تام. طيب متمنى لك كل التوفيق يا فهد. شكرا. نورتنا وشكرا كثير على التفصيل لحالات الرسم اللي رسمتها. ونشوف أعمالك إن شاء الله قريبا وأي معرض بتصير احكينا عشان يجي نصوره. إن شاء الله بتشرف فيكم. أهلا وسهلا فيك وختامها مسك معك يا فهد. شكرا كثير لك. العفو.